السلام عليكم ازيكم يا شباب. انا اسمي محمد كمال السيد من اسكندريه. انا هندسه كهرباء قوه، بكالوريوس هندسه كهرباء قوه، بعمل ماجستير في اداره الاعمال وبشتغل بزنس ديفلوبر انجينير، مهندس تطوير اعمال او متخصص تطوير اعمال. بشتغل في شركه اسمها اورينتد سيستم وبعمل شغل اوت سورس لشركات تانيه كتير في مجال تطوير اداره الاعمال، ريستراكشر للبزنس بتاعها. ببساطه كده انا كان عندي فكره جميله جدا. الفكره ببساطه تلخص ان ليه ما نحولش حياتنا كلها تبقى اونلاين شويه، عشان خاطر مصر بقت زحمه قوي يعني، والوزارات مش قادره تستوعبنا يعني وكده. فممكن نقول ببساطه خالص ان الفكره ان انا الحكومه هتعمل بروفايل لكل واحد فينا، ممكن تبقى على مراحل طبعا، مش هيكله بتاعتها وشكلها عامل ازاي دي نبقى نتكلم فيها تفاصيل دي ان ديتيلز، لكن الفكره من بره يبقى في بروفايل لكل واحد فينا. كل واحد فينا ده ليه بطاقته وليه جواز سفره وليه شهاده ميلاده وكل حاجه ممكن يعملها. منين ما بيطلب اي حاجه من دي ممكن يقدر ياخدها بمجرد طلب قبليها مسبق، يروح يلاقيها جاهزه ياخدها من على الشباك على طول. تعالى ندي مثال تاني، لو انا عايز اعمل اللايسنس بتاع الكار بتاعي السياره، اطلع رخصه سياره، ممكن مجرد ان انا بخش على باليوزر نيم والباسورد بتاعي على الموقع المعني بالحاجه دي اللي هو اصدار رخص المرور، الموقع بيفهم اوتوماتيك والسيستم بيفهم اوتوماتيك اللي انا اكتفت حسابي هناك. فعايز اعمل رخصه بيطلب مني دوكيمنت معين، بسحبه سكان وابعته له، بيرد عليا بميل يقول لي ان انا ابروف او ان انا ابروف، ناقصني حاجه او كده. لو انا ابروف خلاص بيحدد لي ميعاد بروح استلمها، مع استلامي ده بوقع وخلاص الموضوع تم وما خدش مني 5 دقايق على الشباك وهكذا. تبقى حياتنا ابسط شويه من كده، الزحمه دي تخف، والناس كتير قوي بتيجي من كل حته في مصر عشان القاهره عشان الوزارات موجوده وكده. لا انا ممكن اتعامل بطريقه ابسط من كده، ليه ما يبقاش فيه الحاجه ممكن انا اطلبها تجيلي لحد عندي مثلا، بدل انا قادر ان انا ادفع ثمن شحنها وثمن اللي هي تجيلي دريفلي يعني. افكار مش عارف هي مجنونه، بس انا حاسس ان هي ممكن تطبق وتفرق معانا كتير قوي، خاصه اللي في منها كتير موجود في العالم. هي فكرتي مقلوبه شويه، ان انا مش انا اروح للوزاره واخش على الموقع بتاعها واطلب، لا انا اوريدي ليا بروفايل، البروفايل ده متاكتف. بلخص الفكره، البروفايل متاكتف وفي اي وقت بحب اعمل اي عمل من دولت ببتدي اللي انا اطلبه، وفعلا ايه بيتم ده بسهوله. الحاجه الثانيه، انا بشتغل في مجال التريننج، في مجال البيزنس خاصه او البيزنس سيكتور والمانجيريال سيكتور والمانجيريال سكيلز. انا عندي استعداد كامل ان انا ادي تريننج في الانتربرينوريه وفي البيزنس. ببساطه خالص لو حد عنده فكره عنده مشكله فيها، اي حد عنده بيزنس قائم اوريدي، ممكن ان انا اساعده ازاي يعالج مثلا مشاكل بتقابله فيه. لو حد عنده مثلا فكره مش عارف ازاي يحولها لبزنس، ازاي مثلا يماركت السيرفيس او كده، ازاي ماركتير للبزنس بتاعه ده او للبرودكت بتاعه، ممكن اساعده كورسات تريننج واستشاره، وان شاء الله كنا صح اميل ليكم يعني، واشكركم كتير يعني.